السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا. نمر حاليا فوق شبه الجزيرة العربية، وحاليا الصبح عندنا، وما في أحسن من إطلالة على الوطن في بداية اليوم. حاليا نحن في الكبلة وبنفتح لكم النوافذ علشان تشوفون هذا المنظر الجميل. كبلة فيها 7 نوافذ، النافذة الوسطانية أكبر وحدة، أما اللي على الأطراف هي أصغر. ومثل ما تشوفون جمال المنظر، بنحاول نتعرف على أغلب المدن الخليجية إن شاء الله اليوم. شوف هذا الخليج، بسم الله. خلونا نسوي زوم. أتوقع هذا الرياض، بداية من الخليج نشوف بلاد الرافدين والعراق، الكويت بلد الطيبين، وهناك البحرين. خلونا نجرب النافذة الأكبر. هناك البحرين، المنامة، وهذا قطر، دوحة الخير، وهذا الوطن، دولة الإمارات العربية المتحدة. نشوف الدريشة الثانية. عندنا مركبة الشحن سيجنس مغطية المكان، ولكن أنا نفتح دريشة ثانية هني. هذا الربع الخالي، هاي منطقة ليوة، مسكن زميلي عزاء المنصوري، وهذه دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتحديد العاصمة أبوظبي، مرورا بمدينة الدنيا دبي، مثل ما تشوفون جزيرة النخلة وجزيرة جبل علي. باقي الإمارات، وهناك نرى مسقط الحبيبة. وهذا مثل ما شفتم مرور سريع على دول الخليج، يعني خلال لحظات طفنا جزيرة العرب أو شبه الجزيرة العربية خلال دقائق معدودة، لأن المحطة تدور بسرعة 27,000 كيلومتر في الساعة، وهي سرعة عظيمة جدا. ولكن هذا الصباح بس بغيت أشارككم اللحظة هذه، الواحد يطلع على الوطن، يشتاق الوطن ويتأمل تضاريسه ومناظر الخلابة. وشكرا لكم المتابعة، وتابعونا في فيديوهات قادمة. هذا الخليج من الفضاء.